إذن للحديث مشاهدينا عن تداعيات تمرد مجموعة فاغنر العسكرية على روسيا ومستقبل المجموعة، معنا هاتفيا من اسطنبول خبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي. مرحبا بكم. إذن بوتين حدد ثلاثة خيارات أمام فاغنر، إما توقيع عقود مع وزارة الدفاع، وإما العودة إلى البيوت، وإما التوجه لبيلاروسيا. أمام هذه الخيارات، هل كان هذا كله حقيقيا وما خطره على بوتين؟ سلامي لك أستاذي الكريم وللسادة المشاهدي قناة حياك الله. الحقيقة أن الخيارات سواء كانت بهذه الصورة أو أن كان لها خيارات أخرى غير معلنة، يبقى بأحسن الحالات بالنسبة لروسيا ومن خلال متابعتنا الحديثة والمستمرة لسير المعارك على الأرض داخل أوكرانيا، لم نجد هناك يعني ما يدل ولو بسيط جدا على أن لدى روسيا جيش مدرب. نعم لديها جيش، لكن الأداء كان منخفض جدا وبعيد عن التدريب وبعيد عن الروح العسكرية وحتى بعيد عن الروح القتالية. لذلك يعني استند بوتين على قوات فاغنر، وقوات فاغنر بالرغم من قلة عددها إلا أنها يعني لاحظنا أنها عناصر مدربة وتجيد القتال وتجيد التعامل مع الظروف القاسية أيضا. لذلك كانت كل المعارك، ويعني لو أننا الوقت يسمح لو وضعنا خارطة وشرحنا بكل مدينة من الذي تقدم ومن الذي حقق هذه الانتصارات إذا سميت انتصارات لصالح روسيا. لذلك أمام هذه الخيارات كاملة بوتين يعني كسرت رجله، يعني بدأت الآن روسيا تظهر للعالم كله أنها عرجاء. هذا إن لم يكن هناك ما هو أخطر من هذه الخيارات. فصحف كثيرة تتداول أن فاغنر مسيطرة على أسلحة نووية أو أنها كانت في طريقها للسيطرة على أسلحة نووية، وإلا ما هذا السخاء الذي يعني ظهر به بوتين؟ قبل ساعات كان يقول أنها طعنة في الظهر وأنها طعنة قاتلة لروسيا وخيانة عظمى وإلى آخره، وبعد ساعات أعطى يعني الإسقاط كامل الملاحقة ويعني عدم مساءلة أي عنصر من عناصر فاغنر عن هذا التمرد. طيب لماذا عفوا سيد العقيد حاتم الراوي، لماذا اعتمد بوتين على مجموعة فاغنر؟ يعني ألم يكن يعي هذا الخطر الذي تمثله مجموعة سعت كما تفضلتم للحصول حتى على أسلحة نووية في أثناء ساعة تمردها؟ نعم سيدي الكريم، في الأنظمة الشمولية لا يمكن أن يصل القائد أو يعني رأس الهرم إلى حقيقة التركيبة العسكرية وإمكانياتها. ترفع التقارير إلى القيادة، جميعها تقارير وهمية، وهذه أنا أتكلم بها عن تجربتنا نحن مع النظام السوري عندما كنا ضباطا في الجيش. لا يجرؤ ضابط أن يضع النقاط على الحروف ويقول أن قطعتي الآن غير جاهزة ولا تستطيع تقول معركة، كله يصف قطعته بالجيدة والمستعدة للقتال ولا آخره، مما جعل بوتين يتفاجأ، وأنا يعني أؤكد على كلمة يتفاجأ بأداء جيشه عندما رأيناه وقد وصل إلى حدود كييف، لكن بأغتال يعني غير منضبطة، بأرتال لا تجيد التعامل مع الأرض ولا مع الظروف، إلى الدرجة التي يعني جعلت أن قسم من الأرتال تاه في الغابات وقسم من الدبابات غاصت في مستنقعات في أوكرانيا ولم يتمكنوا من استخراجها. هذا بدليل على أن هذا الجيش أصيب بالخمول بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانتقل إلى أعمال الأعمال المافيوية والبعيدة تماما عن الروح العسكرية والتدريب، اضطر إلى أن يلجأ إلى
وليس فقط اضطر أن يلجأ إلى فاغنر، بل أعطى السيادة إلى فاغنر. وتتذكرون أنه في احتلال قبل باخموت، أذكر عندما صرح بوتين، يعني خرج بوتين بتغريدة يشكر فيها الجيش السوري على سيطرته على هذه المدينة، فخرج بريغوجيني مباشرة بتغريدة أن أين الجيش الروسي، وأين كان دور الجيش الروسي، وهل الجيش الروسي هو الذي حرر، مما دعا بوتين أن يعود ويطلق تغريدة أخرى يشكر فيها بوتين ويشيد يشكر فيها فاغنر ويشيد بانتصاراتها. لذلك وجدت نفسها فاغنر يعني مستعدة تماما وهي أقوى. بيجيني كان يعني كم تصريح صرح به يهين به، أول بداية الجيش الروسي، ثم انتقل إلى القيادة كالجنرالات القادة في الجيش الروسي، ثم انتقل إلى رأس الهرم وانتقد سياسة روسيا، هذا قبل التمرد ب 48 ساعة، عندما قال روسيا لا تعرف ماذا تريد ولا تعرف كيف تنفذ ما تريد. طيب الآن يعني نعم عفوا، ماذا عن مصير فاغنر الآن بعد هذه التضييقات على هذه المجموعة عالميا؟ هل ستقبل هذه المجموعة، مجموعة فاغنر، أن بهذه السهولة توجه الكرملين للسيطرة على كامل عمليات المجموعة في العالم؟ فاغنر يعني بكل الحالات، وهذا رأيناه لدينا في دير الزور في سوريا في اليوم الثاني للسيناريو الذي خرج بتسوية الوضع، دخل الشرطة العسكرية الروسية على المواقع، هذا حصل في دير الزور والسويداء وفي ريف دمشق، وسيطرت على مكاتب فاغنر، ولم يعد هناك أي ظهور لعناصر فاغنر. إذن فاغنر إن لم تكن قد سيطرت على سلاح نووي تهدد به القيادة الروسية، فباغنر مصيرها التمييع والقضاء عليها. يعني حتى وإن وعد بوتين هذه الوعود، بوتين وروسيا بشكل عام ليس لديها مصداقية، لكن إذا كانت قد يعني لا تزال لديها أي منفذ على أي سلاح نووي، فالخطر لن يقف فقط في روسيا، يعني العالم كله سيهتز إذا ما حصل مثل هذا الخرق. يعني إذن إلى أي مدى كسر تمرد فاغنر حاجز الخوف في موسكو مع تعرض هالة بوتين التي لا تقر للضرب؟ وهل سيسمح بوتين أيضا لأحد آخر من تحديه قريبا بعد هذه النكسة؟ بالنسبة لبوتين، بوتين اليوم تصريحات روسيا تقول أن جنرالات من الجيش كانت تعلم لديها علم بالتمرد، بأنه سيحصل التمرد، وجنرالات أخرى كان لها يد بمساندة فاغنر في التمرد. إذن بدأنا نلاحظ من الآن بداية الانشقاقات والتصدع داخل قيادة الجيش الروسي، وهذا مما سيجعل بوتين عاجزا تماما عن إصلاحه. يعني عندما وجد أداء جيش متدني تماما في بداية الحرب، لم يتمكن من ترميم هذا الجيش والإسراع بإيجاد قطعات مدربة ودعم جيشي بها، اضطر أن يذهب إلى فاغنر. الآن إذا يعني داخل الجيش الروسي بدأت التصدعات، أضف إلى أنه أصلا بيجيني قبل أن يعلن التمرد هو أسقط هيبة بوتين، عندما بدأ ينتقد روسيا بكلها وبكل سياستها بالطريقة التي انتقدها بها. نعم، إذن من إسطنبول خبير العسكري السوري العقيد حاتم الراوي، شكرا جزيلا لكم.